السلام عليكم. اليوم راح نبدي بالمحاضرة الثانية من الـ Human Biology اللي هي Structure and Function of Cells، يعني الهيكلية أو البناء ووظائف الخلية. عندنا الـ Modern Cell Theory، نظرية الخلية الحديثة. هاي بالضبط مثل الأحياء ما السادس بالفصل الأول إذا تتذكرون، اللي هي شلايدن، شوان، اند فارشو. شنو تنص نظريتهم؟ ثلاث نقاط: All living things are made of one or more cells، يعني جميع الكائنات الحية تكون من شنو متكونة؟ من خلية واحدة أو أكثر من الخلايا. هاي النقطة الأولى للنظرية الحديثة. النقطة الثانية: Cells are the basic units of life، الخلايا هي الوحدات الأساسية للحياة. الخلايا هي الوحدات الأساسية للحياة. شلون يعني؟ And all the chemical reactions، وجميع التفاعلات الكيميائية للحياة of life occur in cells، يعني الخلايا هي الوحدات الأساسية بالحياة وجميع التفاعلات الكيميائية في الحياة وين تحدث؟ تحدث بالخلايا. All cells arise from pre-existing cells، يعني شنو؟ All cells جميع الخلايا تنشأ من شنو؟ From pre-existing cells. Existing يعني تواجد، pre يعني مسبقا، إذا الخلايا تنشأ من خلايا موجودة مسبقا. All living things are made of one or more cells، جميع الكائنات الحية متكونة من خلية واحدة أو أكثر. الخلايا هي الوحدات الأساسية للحياة وجميع التفاعلات الكيميائية تحدث في الخلية. All cells arise from pre-existing cells، جميع الخلايا تنشأ من خلايا موجودة مسبقا. هاي كانت النظرية الحديثة للخلية. عندنا size limit on cells، يعني أحجام الخلايا أو أكثر حجم أو أكثر حد مسموح لحجم الخلية. Average size ranges between 10 and 100 micrometer. Average size يعني معدل الحجم مال الخلايا يكون بين 10 وال 100 micrometer. عندنا المايكرومتر millionth of meter، يعني عندنا المتر يساوي 100 سنتيمتر. هاي اما المتر يساوي لنا ملايين من المايكرومتر، يعني كلش صغير. والحجم مال الخلايا اعلى معدل بين 10 الى 100 مايكرومتر. زين عندنا سؤال: why are they so small، ليش الخلايا تكون بهذا الصغر؟ نجي بالفرضية مساحة السطح والحجم اللي هو راح نشرح الإجابة مال هذا السؤال. Surface area to volume hypothesis، فرضية مساحة السطح والحجم. Surface يعني سطح، volume يعني حجم، hypothesis يعني نظرية أو فرضية العفو. أولاً وثانيا: limited in size by the ratio between their outer surface area and their volume، يعني حدود حجم الخلية يكون by the ratio، يعني نسبة. نسبة شنو حجم الخلية؟ between their outer surface area، يعني مساحة السطح الخارجي، and their volume، يعني اكو نسبة ratio بين مساحة السطح الخارجي للخلية وبين حجم الخلية، هو اللي يسوي حجم، هو اللي يصنع الخلية وحجمها.
النسبة بين مساحة السطح الخارجي وحجمها. يعني نقول a small cell has more surface area than a large cell for a given volume of cytoplasm. يعني الخلايا الصغيرة، الخلية الصغيرة عندها مساحة سطحية أكبر أكثر من الخلايا الكبيرة. بس هاي شنو؟ مو السيتوبلازم يختلف بالصغيرة والكبيرة، لا، لحجم ثابت من السيتوبلازم. هاي كلش مهم انه الحجم يكون ثابت، احنا ما علينا بالمساحة السطحية والحجوم. given volume of cytoplasm يعني حجم ثابت من السيتوبلازم. اذا الخلية الصغيرة عندها مساحة سطحية اكثر من الخلية الكبيرة لحجم ثابت من السيتوبلازم. volume of cell increases faster than surface area. يعني حجم الخلية، volume of cell حجم الخلية، increases يزداد faster than surface area، أسرع من السطح الخارجي، مساحة السطح الخارجي. هاي يمكن تجيبها true or false حسب ما عرفت ال MCQ، هي true or false أو فراغات، فهاي يمكن هيك تجيبها، أو هاي مال given volume of cytoplasm، والله أعلم. As cell size increases, a point is reached where the surface area can no longer service the needs of the volume of the cell. نيجي نشرحها. يعني حجم الخلية أو قياسها كل ما يزداد، اكو نقطة محددة توصل لها مساحة السطح الخارجي بحيث ما تقدر بعد تخدم متطلبات الخلية حسب حجم الخلية. خلي اشرحها هنا أنا احسن، هاي بس للتوضيح. يعني عندنا هاي خلية ومساحة السطح الخارجي، هاي المساحة تقدر تخدم اكثر شي 30 من حجم الخلية. زين الخلية هسه هنا تحتاج بس 10، زين من تكبر شوية راح تحتاج 20، واحنا ازيد شي 30. من تكبر بعد اكثر وتوصل لل30، وهمين تكبر وتوصل لل40، بهاي النقطة هاي ال30 اوكي تقدر، لانه احنا بالبداية قلنا 30، لان كانت 10 اوكي تقدر لها 20، اي 30 ترهم. بس من توصل 40 هاي النقطة بعد مساحة السطح الخارجي السيرفيس اريا ما تقدر تخدم حجم الخلية لانه صار اكبر من طاقتها. هذا اللي يقصدوه هنا. زين شو وقت تصير هيجي الى ان مساحة السطح الخارجي ما تقدر تخدم حجم الخلية؟ هذا الشيء يكون لما يصير الحجم مال الخلية 100 مايكرومتر. ليا خلية من عندهن spherical cell للخلية الكروية. يعني كل ما يزداد حجم الخلية او قياسها اكو نقطة محددة راح توصل لها مساحة السطح الخارجي. A point is reached where the surface area can no longer service the needs of the volume of the cell. مثل ما قلنا وصلت حجم بحيث مساحة السطح الخارجي ما تقدر بعد تخدم حجم الخلية لأنه صار أكبر من طاقتها. وش وقت يصير هيجي؟ من يوصل حجم الخلية 100 مايكرومتر، اللي هو بالخلايا الكروية spherical cell. هنا هي النقطة اللي وصلت لها بحيث مساحة السطح الخارجي بعد ما تقدر تخدم حجم الخلية. هاي هسه النقطة الأولى. نجي على النقطة الثانية. The cell's nucleus اللي هو البرين، يعني نواة الخلية تعتبر عقل بالنسبة للخلية، النواة. can only control a certain amount of living active cytoplasm.
يعني نواة الخلية اللي تعتبر عقل الخلية تقدر تتحكم ب certain amount of living active cytoplasm، بعدد محدد من السيتوبلازم النشط اللي يسوي فعاليات. يعني ما تقدر تسيطر على كليته، تقدر تسيطر على عدد محدد من عنده living active cytoplasm. هسه هنا مقارنة بين الخلايا بدائية النواة وحقيقية النواة. Prokaryotic cells, eukaryotic cells. Prokaryotes, eukaryotes. Prokaryotic cells يعني خلايا بدائية النواة. Eukaryotic cells يعني خلايا حقيقية النواة. هنا يقولون افهموا، يعني مو نجي نحفظهن بالتسلسل وما ادري شنو وكلمة كلمة، لا احنا نفتهمهن. مثلا بدائية النواة هي خلايا صغيرة وحيدة الخلية ما تحتوي هيكل وهكذا، يعني حسب فهمنا واللي نتذكره، ونخلي كلمات انجليزية بس المصطلحات اكو مصطلحات لازم نحفظهن. هسه بداية النواة small cells خلايا صغيرة يعني أصغر من 5 micrometer، بينما حقيقية النواة larger cells خلايا أكبر من 10 micrometer. ثاني شيء always unicellular يعني دائما تكون وحيدة الخلية، بينما حقيقية النواة often multicellular يعني عادة متعددة الخلايا أو هيك شيء. ثالث شيء no nucleus or any membrane bound organelles such as mitochondria، هاي بالضبط مثل ما السادس، لا يوجد نواة أو أي غشاء بلازمي غشاء خلية او عضيات مثل الميتوكوندريا. يعني هاي كل شي ما بيها لا غشاء ولا عضيات. العضيات مثل شنو؟ مثل الميتوكوندريا. بداية النواة ما بيها. حقيقية النواة always have nucleus and other membrane bound organelles، دائما تحتوي على نواة وغشاء خلوي وعضيات. هنا كان ما بيها لا نواة ولا غشاء ولا عضيات، هنا نبيها نواة وغشاء وعضيات. DNA is circular without proteins. DNA مال بداية النواة يكون دائري وما يحتوي على بروتين، بينما DNA مال حقيقية النواة linear and associated with proteins to form chromatin. يعني شنو؟ يعني خطي and associated with protein، يكون محاط بالبروتين او يحتوي على بروتين. ليش؟ حتى يشكل الكروماتين. بالبداية النواة ribosomes are small يعني 70 ribosomes تكون صغيرة، حقيقية النواة ribosomes اكبر كبيرة. بداية النواة no cytoskeleton، لا يوجد هيكل خلوي. حقيقية النواة always have a cytoskeleton، دائما تحتوي على هيكل خلوي. Motility by rigid rotating flagellum made of flagellin، يعني تكون حركة الصوت متقلبة، هي صحيح دوارة بس تكون العفو متصلبة، يعني الصوت مالتها بشكل دائري ومتصلب. خلينا نفترض انه قوة يتحرك الصوت، هنا الحركة بالصوت متصلبة. هنا الحركة motility by flexible waving cilia or flagellia made of tubulin، يعني تحتوي على أهداب مرنة أو أصوات مصنوع من شنو؟ من التوبيولين. Cell division is by binary fission، يعني انقسام الخلية binary fission انشطار ثنائي. هنا انقسام الخلية by meiosis or mitosis، يعني اما انقسام متساوي او انقسام اختزالي.
Reproduction is always asexual, يعني التكاثر يكون دائما لا جنسي، بينما بحقيقية النواة التكاثر reproduction is asexual or sexual، يعني أما يكون غير جنسي أو جنسي. عندنا آخر وحدة huge variety of metabolic pathways، يعني بدائية النواة الخلايا تكون مجموعة كبيرة ومتنوعة تكون من مسارات التمثيل الغذائي، يعني عندها هواي مسارات للتمثيل الغذائي، بينما حقيقية النواة common metabolic pathways يعني مسارات أيضية شائعة. ولح ينتهي الفيديو لأنه المساحة بعد ما تكفي، وإن شاء الله أكون فدتكم وأحاول المرات الجاية أكثر من الأوقات، ومع السلامة.